سنكون على أفعالنا فما الذي ستأتي به الأفريق؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا. في ورقة ذكرت بأنه التنافس الدولي على القارة الأفريقية بدأ منذ عقود طويلة، منذ أن بدأ البرتغاليون بتطوير القارة، وبالتالي كانت هناك نوع من التجارة اسمها أستاذنا علي مزوري The Evil Triangle، الوجود في القارة لأخذ العبيد والثروات هذه الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في المزارع، يأخذ المحصول للبيع في أوروبا، من أوروبا يشترون السلاح والقيام مرة ثانية إلى القارة لمزيد من العبيد، وهذا ما يسمى بالإيرفاين. لكن في نهاية القرن التاسع عشر تدفعت الأوروبيين للسيطرة على القارة الأفريقية في عرض عليه الاحتكار الاستعماري، والقارة الأفريقية هذه الحدود التي وجدناها ما نحن إنما اختارت القوة المسيطرة على العالم في ذلك اليوم اللي هي بريطانيا، فرنسا، بلجيكا وألمانيا. في أواخر الخمسينات وستينات القرن الماضي بدأت الدول الأفريقية تحصل على استغلالا شجاعا، وبالتالي بدأت عملية الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية، ودخل نفوذ جديد هو الصراع بين العملاقين، وظهرت حالة الاستحضار ما بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت للقوى الاستعمارية السابقة بعض المصالح. السياسة الأمريكية بصورة عامة وهي يعني محل بحثنا، اهتمت في أثناء الحرب الباردة بأربع اتجاهات استراتيجية. أولا احتواء المدى الشيوعي، حماية خطوط التجارة البحرية للوصول إلى مناطق التعديل والمواد الخام، دعم ونشر القيم الليبرالية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، نشر ثقافة الاقتصاد السيطرة، فتح الأسواق أمام شركات العملاق. في نهاية القرن الماضي تقريبا في سنة 1995 96 مجال الإدارة في كلينتون وضعت استراتيجية جديدة مهتمة بمناطق شوية أوسع في حلقات، هي أولا الحلقة الباسيفية ثم منطقة بحر الأزوين نسبة الاحتياطات النفطية المهولة، والغار الأفريقية لوجود 40% من المعادن الصناعية والنفيسة على أرضها إضافة إلى أسواق بكر. وقسمت القارة الأفريقية إلى مناطق أيضا اللي هي منطقة شمال أفريقيا حيث الاتحاد المغاربي للهند بحدود مصر التي كانت تعتبر دولة شرق أوسطية بالنسبة للاتجاه الاستراتيجي الأمريكي، وتجمع غرب افريقيا ودولة الداعية هي نيجيريا، ومنطقة الغرب الافريقي بنفس الوضع، الدولة الداعية كانت بين السودان وسوريا، ومنطقة البحيرات، وكانت قالوا من الوقع على يوغندا كدولة الداعية في المنطقة، ومسلمين كممثل لهذه المصالح، ثم تجمع الجنوب الافريقي الذي يضم حوالي سبع دول، والقضية كانت محسومة لصالح الجنوب الافريقي. من الناحية العسكرية والأمنية، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى إلى تحسين قدرة القارة على التعامل مع المشكلات الأمنية المؤثرة على الأمن العالمي بصفة عامة وعلى الأمن الأمريكي بصفة خاصة، وأهمها حسب التعريف الأمريكي رعاية الحرب. اللي بيهمنا في الأمر أن الخليج العربي في ذلك الوقت شكل الشريان الرئيسي لإمدادات الطاقة للمستوى الدولي، سواء كانت لدولة صناعية لليابان أو لأوروبا أو للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الحرب العراقية الإيرانية والتهديد المستمر للإيرانيين بأنهم يستطيعون أن يغلقوا خط الخليج بإغلاق سفينة أو سفينتين فيه أو أي نوع من البوكيت، يمكن أن يذهب من نفط الخليج البالغ في وقتها حوالي 18 مليون برميل في اليوم إلى طارئ منها حوالي 6.7 مليون برميل نتيجة للبوكيت الخليج، فإن أسعار النفط ستصل إلى مستوى لم تصل حتى في 1973، وبالتالي الارتدادات المستمرة لهذا الأمر على الاقتصاد من ناحية البطالة ومن ناحية الأسواق ومن ناحية زيادة أسعار الخدمات والسلع. بالتالي السياسة الأمريكية في القارة الأفريقية في عهد كلينتون ركزت على التركيز على مناطق سياسية معينة، اختيار دولة أو أكثر لممارسة دور القيادة، ترك قضايا معينة وضعها على أجندة
كليه السياسه الاخيريه العمل على محاضره المدن غير المواليه والتي تدعم الارهاب في وجهه نظر امريكيه، تامين وتعزيز فرص الاستثمار والتجاره في المنطقه، ولكن في ظل اطار من المشروعيه السياسيه اللي هي ربط ربط المساعدات والتجاره بقضايا الحقوق والانسان والديمقراطيه والارهاب الاخيريه. القاره الاوروبيه لم تكن بعيده الان من مؤتمر برشلونه في سنه 1995 وضع استراتيجيه اوروبيه فيها كثير جدا من التقاطعات مع الامريكيه اللي هي حل المنازعات والطلبه السلميه، الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، نزع مسلحه الدمار الشامل، مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه، احترام التوازن السياسي. في المجال الاقتصادي اهميه تحقيق تنميه اقتصاديه واجتماعيه متوازنه والسلامه، واغامه منطقه التجاره الحره بشكل تدريجي حتى عام 2010، والحوار بين الطرفين في قضايا الديون والمساءله الاهليه، حوار الشمال أم فرنسا كواحد من اللاعبين الرئيسيين يعني مكانتها الدولية تستلمها من ثلاث أشياء. أولا علاقتها المتميزة مع القارة الأفريقية، اثنين عضوية مجلس الأمن، ثلاثة القوة النووية الأمريكية المستقلة الفرنسية المستقلة في ذلك الوقت. يطلب من هذا العقد المهم أنه من منتصف التسعينات سار التنافس على القارة الأفريقية بين الأقطاب المتعددة للنظام الاقتصادي الدولي نتيجة زي فرص استغلال الضاره استثماريه وتجاريه. ولكن التنافس الدولي لا يقتصر على الدول الاوروبيه والامريكيه وحدها، ولكن هناك هو جديد صاعدة من اهمها الصين طبعا واليابان والهند، ودخلت حديثا الغربي. بالتالي اصبح الاهتمام الامريكي يعني النمو الصيني الذي كان يسير في خلال 10 سنوات الماضيه معدل ما بين 8 إلى 10% يمكن ان يجعل من الصين قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2020 أو 2025، حيث يتوازن الاقتصاد الصيني والأمريكي من ناحية الحجم، والهوى التكنولوجية كانت في سبيل الدولار، وبالتالي تصبح الصين قوة جديدة تسعى الولايات المتحدة لكل ما تملك، ليس إلى إلغاء الهجين ولكن إلى تعطيل على الأقل قضية التكافؤ إلى فترة أوسع حتى سنة 50. وبالتالي لابد من حرمان الصين ولو الى حد ما من مصادر طاقة السهم والبديله والرخيصة. بالتالي الولايات المتحده تجزء من اهتماماتها كجزء من المقابله الافريقيه بالكامل. في الاستراتيجيه الامريكيه صدرت وثيقه لمجلس الامن القومي الامريكي في 20 سبتمبر 2002 ركزت على جمله أهداف منها تقليل حدة اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط وخاصة نفط الخليج. من وجهة ثانية زيادة الضغط على الدول المصدرة للنفط لزيادة الإنتاج ووصوله إلى خفض الأسعار. ثلاثة تتجه الولايات المتحدة للاستثمار في الدول الغربية أفريقيا وكاسيا الدجاج ونيجيريا والكاميرون بحيث أصبح النفط الأفريقي مصلحة استراتيجية قومية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ودي نتيجة شيئين. أن نفط الخليج في خطوره في ان الخليج يغلق عن طريق مضيق هرمز، وبالتالي يعني جرت عده اجراءات في الثمانينات اللي هي خطوط الانابيب التي قامت ما بين راس النوره والجبيل وينبر، والعراق بنى بقول خط الانابيب من بقول الرميله الى ينبر ايضا، ووسع قناه السويس واصبح هنالك وجود عسكري كثير جدا سواء كان مباشر او بالوكاله، وانفقت المملكه العربيه السعوديه ما لا يقل من 100 مليار دولار من ضمنها نظام الابراج، نظام القياده والسيطره، صدقه اليمامه، صدقه نظام الصواري مع البحريه الفرنسيه، كل هذا كان موجه لامن البحر الاحمر حتى يصبح البحر الاحمر بديل للشريان الرئيسي الذي كان سائد في ذلك الوقت هو شريان الخليج العربي. لكن بفتكر انا شخصيا غلب الباحث الكل بواسطه زوره ثمن 10,000 دولار في ميناء عدن، اصبح هنالك تفكير بانه باب المندب يمكن ان يغلق وقناه السويس يمكن ان تغلق، والنفط العربي الذي يسهم في هذه المنطقه ولديه مضايق اخرى، يعني حتى اذا ذهب الى امريكا هنالك عندنا جبل طارق، عندنا قناه السويس، عندنا باب المندب، ولا
والذي سيأتي من منطقة بحر البازورين إذا جاء عن طريق البحر الأسود هناك بلدانات والبوسفور كلاهما مضايق، وبالتالي أصبح في تفكير في السياسة الأمريكية بصورة عامة أن النفط الذي يسحب إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عليه أن يذهب إلى منطقة أعالي البحار المفتوحة بدلا من الدخول في المضايق، وبالتالي اكتسب خليج جنيني أهمية استراتيجية وأصبح التفكير في أن النفط غرب أفريقيا يمكن أن يصبح عوض عن ذلك. وأعتقد بأنه سيأتي تفكير جديد في الخليج العربي بأن النفط الجزائري وإن كان النفط الليبي يمكن أن يذهب إلى منطقة بريطانيا عن طريق أنابيب حتى يصبح مفتوح على البحار وليس عن طريق الضفة. القارة الأفريقية الآن أصبحت تشكل وحدها حوالي 15% من الواردات النفط الأمريكية، ولكن السوق الأفريقية لا تشكل أكثر من 7.6% مقارنة ب 30% لدول الاتحاد الأوروبي. من الأشياء الضرورية هي هل يمكن محاكاة النموذج الذي حدث في منطقة الخليج العربي يعني حرب العلاقة الأولى اللي هي خراج العلاقة من الكويت، وحرب العلاقة الثانية اللي هي خراج صدام الحكم التي سمحت بوجود فعل للقوات الأمريكية التي كانت في البحر على الأرض سواء كان في الخليج أو في العلاقة الثانية، وأنه مشروع طالبان الذي ضرب سمح للولايات المتحدة الأمريكية بوجود فعل في منطقة البحر المزورين في دول كازاخستان وباكستان وكوريستان. هل يمكن محاكاة هذا النموذج في القارة الأفريقية أم لا؟ بدأ التفكير في أن أفريقيا التي كانت موزعة في ذلك الوقت والتي تزداد أهميتها يوما بعد يوم لابد من وجود قيادة منفصلة بدل من أن تكون القارة الأفريقية موزعة بين اليوروكوم التي كانت مسؤولة عن أوروبا والسنكوم التي كانت مسؤولة عن المنطقة الشرق الأوسط، وهي تقاطعات ضخمة جدا لا يمكن أن يمر ممر يومي أو بحري إلا عبرها، بوجود قيادة منفصلة تكون مسؤولة عن المنطقة الأفريقية تصبح القيادة السادسة. لكن ليس بالتفكير القديم من كثافة الدول وإنما بأسلوب جديد يسمى سياسة الاحتلال الناعم، يعني أسمعها بعض الخبراء العرب. الغرض من هذه السياسة الاستراتيجية الجديدة هو تقوية روابط التعاون مع الدول الأفريقية، خلق فرص جديدة للشراكة مع تلك الدول لتحقيق السلام والأمن، كشف الديمقراطية في أفريقيا وتنميتها، زيادة قدرة الحكومات الأفريقية على الحرب على الإرهاب. أفريقيا الآن نسبة لقيام هذه القيادة التي تمت في سنة 2008 وأصبح أول جنرال يتوقع جنرال الأصل الأفريقي يعني أمريكا أسود، أصبحت أفريقيا مطوقة بأساطير ضخمة. الأسطول السادس الأمريكي الموجود في شمال أفريقيا في البحر الأبيض المتوسط، والأسطول السابع الذي كان في منطقة المسيحيين حتى بقرب من السواحل الشرقية للبر الأفريقي، والأسطول الخامس موجود في منطقة الخليج وبحر العرب، وبالتالي كل هذه الأساطير قريبة جدا جدا من مناطق الشباك المحتملة إلى حفر الشباك في القارة الأفريقية، ولكنها تضغط بشدة على صانع القرار وعلى مفهوم السيادة الوطني وعلى إمكانية اتخاذ القرار بدون ضغوط عسكرية أو أمنية أو سياسية. أعلن الرئيس جورج بوش أن المهام الرسمية المحددة في أوامره التنفيذية لإنشاء القيادة هي بناء إمكانية الشراكة مع الدول الأفريقية، مساعدة الوكالات الحكومية الأمريكية في تنفيذ سياسة الأمن، زيادة مهارات الشركاء في الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب، تقديم المساعدات الإنسانية والتخفيف من إثارة الكوارث، تشجيع وتطوير تقافل واحترام حقوق الإنسان، دعم المنظمات الأفريقية، إدارة العمليات العسكرية في المسرح الأفريقي بالأصالة على النفس أو بالتعامل مع الشركاء المحتملين في المنطقة. الأهمية الاستراتيجية للغرب الأفريقي بلغت أيضاً بأنه ما زال هنالك بعد أن يعني اتجه النفط إلى بناء يمر ونفط السودان أصبح السودان ونفط السويس موجود في البحر الأحمر، هنالك الآن حوالي 12 إلى 13 مليون برميل تعبر إما شمالاً عبر السويس
وبالتالي البحر الأحمر أصبح يمثل إلى حين إشعار آخر شريان رئيسي من شرايين الإمداد الرئيسية للطاقة بالنسبة لغرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والشريك البعيد الموجود في المنطقة. لا تقتصر أهمية الغرب في غير على بلد الموقع حسب ولكنها تتعداها الموارد الطبيعية هي البترول، ولعل أهم يعني أحد التأثيرات لتدخل واشنطن في الأزمة الصومالية بعد نشوء 1990. ولكن الغرب الأفريقي عنده مشكلات التي تحدث عنها الاثنين من الأخوان. تهدف واشنطن من التواجد في المنطقة إلى هدفين. الأول مرحلة يتمثل في توفير قاعدة إمداد خلفية في حالة ضرب أي من الدول العربية المالكة في العراق السابق وإيران كهدف مهتمل في المستقبل. والثاني مستمر يتمثل في السيطرة على المنطقة الاستراتيجية في سبيل تحقيق واشنطن لأهدافها. بدأت في نشر ليس قوات كثيفة ولكن لأن ما زالت القيادة الأمريكية الأفريكوم تعمل من شركات وهنالك إسناد عسكري جوي موجود في الدول الأوثمانيين والسودانيين والجيش السابع الجوي في منطقة نابولي، وبالتالي في وجود عسكري في جيبوتي لا يتجاوز 1900 عسكري، في وجود في السنغال قليل جدا لكن مؤثر، توجد في مالي لمحاربة الطوارئ والعناصر القاعدة الموجودة، توجد في تشاد بين قصير حوالي ميدان عسكري، في وجود في نيجيريا، في وجود في ليبيريا، في وجود في منطقة البحيرات أيضا في المناورة المشتركة، وبالتالي رفع قدرة الشركاء المحتملين للتعامل مع التهديدات المحتملة على الأقل إلى أن يحصل ممكن تحصل. لكن لا ننسى بأن هذه القيادات لها من المرونة الكثير، لأن في المنطقة يمكن أن تؤول إليه قيادة مناطق عسكرية ثانية في حال احتمال اشتباك كبير كما حصل القيادة سنكون في حرب العراق، هذه هي القيادة الأوروبية وهذه هي القيادة الأسرية، وبالتالي استطاع أن يحشي 450 ألف عسكري مع كل الإمداد العسكري والجوي في خلال 14 طبعا في حرب العراق الأولى في إخراج العراق الكويت. جاء في جيبوتي اللي هي الخاوة هي الأورن أفريكا تاسك فورس، تم اختيار جيبوتي أولا لموقع جيبوتي بالقول مع اليمن ومنطقة الأردن، فضحية موانئها ومطارات الاستخدام في مطلع البحر الحربي إلى منطقة الخليج. تمتع جيبوتي بحالة من الاستقرار السياسي وما يؤدي إلى عدم حدوث مشاكل القوات الأمريكية حتى ولو موافقة جيبوتي من حيث المبدأ القوات الدولية الخليجية على أراضيها لا تفوت في الفرنسي قديم واضح الأمر مالي الأمريكي. الأمريكان يحاولوا طول الوقت يعني يطمن القادة الأفارقة بأنه هذه ليست مهدد للأمن الأفريقي أو الأمن العربي أو الأمن أو الأفريقي، لأنها لن تؤدي إلى نشر قوات أمريكية على نطاق واسع في الخبر، ولن تؤدي أفريقيا إلى زيادة دراماتية في الموارد والاعتمادات المالية، ولا تزال أفريقيا في مراحل التخطيط المبكرة، ولم تؤسس أفريقيا باستجابة لتهديد محدد أو مدعى قلق استراتيجي، كما أن أفريقيا لم تشكل تهديدا على دور الصين في الخبر، ولا لغرض المجهود المعزز لمكافحة الإرهاب أو لتأمين الموارد أو الأرض. دكتور عارف رجابي يرى أن هناك أشياء أخرى منها السيطرة على مناجع البترول الأفريقي الذي يشكل 25% عالي مع استقرار البترول والشغل، تحجيم النفوذ الصيني والهندي لمنطقة الشرق البترول، احتواء أي تصاعد قوي بقوة معادية، تحجيم التواجد العربي والإسلامي حتى الشكل في غرب الاتحاد الأفريقي، التغيير التدريجي للعقائد الإمبريالية للقيود التي عملت في الماضي عبر منظمة الدول على الاحتياز فورا البحر الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي في تنسيق قضايا الحكومة مع الدول العربية في أفريقيا إلى مثل مكافحة الإرهاب بموضوع أمريكي مختلف. تكمن الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا في معابر التجارية والموانئ البحرية، حيث أنها الآن تشكل حوالي 80% من الاحتياط العالمي للنفط، وهي ستصل إلى مليار مواطن وبالتالي أسواق واعدة جدا. بالتالي الأثر المباشر لهذا الأمر على الأمن القومي العربي هو تغيير العقائد القتالية للجيوش الدواء
مع المنظومه الامريكيه لمكافحه الارهاب او قرن على الدول المارده، زياده الانفاق العسكري للوضع السياسي الدفاعي، زياده المتفرجه حتى يصبح التفكير عند العدو مكلف، والتكلفه في هذه الحاله مزدوجه للمدافع والدول المعتمد، واضعاف المقدره في اتخاذ القرار وفقا للاراده السياسيه الحره وما ترتب على ذلك من تفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي على ارض الواقع.